جينا للفقرة اللي بحبها جدا جدا، ودايما نقول ان الراجل او الست او البنت او الولد دايما بيدوروا على شريك حياة، شريكه في كل حاجة، شريكه في ان هو اجي من بره احكي له كل تفاصيل حياتي، تفاصيل يومي، لو عندي مشكلة ونبتدي نحلها مع بعض، لان احنا شركاء في الحياة دي، فاحنا اللي لمسنا الموضوع، احنا اللي المشكلة دي زي ما هي لمساها هتلمسني، ولو مشكلتي هتبقى برضو لمساه، فبالتالي يبقى احنا الاثنين لما نقول الرأي ونتفق عليه هو اللي هيمشي البيت وهو اللي هيمشي الحياة. لكن احيانا كتير بسبب انه قبل الجواز، وخصوصا الجواز دلوقتي بقى يتأخر شويتين، بقينا نلاقي انه في طرف ثالث بيدخل في المشاكل دي، بيحاول ان هو يحلها، زي مثلا الانتيم، صاحبتي الانتيم او صاحبي الانتيم، فبتلاقي انه مع مشاغل الحياه، مع انه ممكن نبقى مبتدئين كده، نلاقي ان مثلا الزوج بيكلم من كانت صديقته المقربه جدا، وبيبتدي يحكي لها على مشاكل، ممكن تبقى مشاكل في الشغل، ممكن تبقى مشاكلنا، ممكن تبقى اي مشكله تانية، وانا ما عندوش وقت ان هو يحكي لي، او يمكن انا كمان ابقى مش فاضيه ان انا اسمع، فبدا هو يروح في سكه تانية خالص. ازاي نقدر نتعامل مع الوضع ده؟ ازاي نقدر ان احنا نكمل الحياه وتبقى فعلا متوازنه من غير ما في طرف من الطرفين يحس ان هو خرج بره المضمون بتاع الحياه بتاعنا، او الدايره دي بتاعه الحياه اللي هي احنا الاثنين لو هنستفيد فهنستفيد مع بعض، ولو هنتضرر هنتضرر مع بعض. اللي هيقول لنا الكلام ده استاذ محمود عبد المجيد، صانع محتوى. اهلا وسهلا، منورنا. ازيك يا سالي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. الاخبار؟ الحمد لله. دايما اكون مبسوط ان اكون معاكم. واحنا كمان جدا جدا جدا. وطبعا ساره محمد صانعه محتوى منورانا. ميرسي ليكم. ومراته. 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 عشان ايه؟ يبقى الموضوع كده ايه على ميه بيضاء من الاول. طيب احنا دلوقتي زي ما سالي كانت بتقول، الراجل بيحب دايما ان هو يفضفض او يتكلم مع حد، وحد يقعد يسمعه وبشغف، ويحسسه دايما ان هو انترستد قوي ومهتم جدا بكل التفاصيل اللي بيحكيها، اللي اكيد حكاها لمراته ألف مره قبل كده، فهي بالتالي زهقت شويه، فبيبقى عايز ان هو يفضفض ويتكلم مع حد، خصوصا لو كانت الحد ده صديقته المقربه اللي مراته عارفاها. هل ده صح ولا غلط؟ لا ليزيز فيرست. لا ما اقدرش. لا انا عايز اعرف الاول من وجهه نظرك ده صح ولا غلط، ومن وجهه نظرك ده صح ولا غلط، وبعد كده بقى نبقى نشوف الاسباب ايه. نتكلم على الراجل. طب ما نعرف الراجل بيفكر في ايه. هل عاديها؟ شكرا يا سيدي. الراجل عايز ايه؟ الراجل زي ما هو قال بالظبط، عايز يفضفض، عايز يتكلم، عايز يحكي مع حد يكون شغوف، اللي هو عايز يسمع الحكايه كلها. وممكن ممكن يكون صديقة مقربة من أيام الجامعة، من معاه في الشغل أو حاجة زي كده، بتحصل. ومش شرط إن هو يكون غرضه حاجة وحشة، يعني بتحصل. لا خلينا نتفق على حاجة، إحنا مش هنتكلم على لو في غرضه حاجة وحشة. حلو حلو حلو، أنا هخليك مرتاح. ربنا يخليك. بس أنا كنت قبل كده عاملة برنامج، كنت عاملة فيه مقدمة لطيفة جدا، درتي اللي مش درتي. أوكي. مامته ممكن تبقى درتي، اخته ممكن تبقى ضريتي، زميلته في الشغل ممكن تبقى ضريتي. سالي قفلت على اي حاجه. انا خدت بالي. خلينا بالراحه بس نتكلم اهو. يعني الكلام اخده وعطى. صح. انا قلت في المقدمه انه المشكله اللي موجوده في البيت اللي بتكلم فيها، او كانت في شغلك حتى، يعني في شغل الطرف الاخر او في حياته او مع اصدقائه، هي بتاثر عليا انا في البيت، سواء انا ده الزوج او الزوجه. فبالتالي ليه حد ثالث غير متأثر خالص هو اللي يحل لي المشكله؟ وانا شايفه ان الاستاذه ساره متفقه معايا. اتفضلي يا استاذه ساره. شكرا يا سالي، ميرسي ليكي. هو ده بالظبط اللي انا عايزه اقوله، ان البيت متكون من اتنين متجوزين، يمكن يكون في عيال، يمكن يكون في ماجي كلبه، يعني هو احنا مقفولين على بعضنا. فاللي بيحصل جوه البيت ده والحوارات اللي بنتشاركها دي شريك حياه، ده جوه بيتي. فليه حد ملوش علاقة أو دعوة، أو ممكن ما يبقاش شايف
نفس وجهة النظر أو ما بي ما هو عشان كده هو بيلجأ لها لأن هي مش شايفة نفس وجهة النظر. بس هي مش شايفة نفس وجهة النظر لكن هي لن تضر لو القرار كان غلط. يعني جيتي النهاردة قلتي لي مثلا سالي أنا معايا 5 جنيه أشتري عربية ولا اجيب 2 كيلو لو بخمسة جنيه هشتري عربيه كلنا بس فاهمه قصدي اجيب عربيه ولا اجيب جبنه. طب ما هو انت ممكن اقول لك ايه عربيه حلوه قوي انا ماليش دعوه طبعا بالموضوع فالعيال هتجوع لان مفيش جبنه في البيت حرفيا يعني ده يعني انه محتاجه ان انا حد ما يتضرش من القرار انما انا مش هتضر وهديكي طب ما هي ممكن تهديني من اتخاذ قرار خاطئ صح يعني ممكن انا اكون مشحون بأي مشكلة وأي حاجة وهي تقول لا واحدة شوية واحدة واحدة ليه كده لا الأمور ما تتخذ دي اللي هي صديقتك وليه لازم تبقى صديقتك يعني ممكن تكون صديق لا حاجة ممكن تقول لك إيه بقى تقول لك محمد عندك بص أنت عندك حق ولا مش ما عندكش مش عندك حق ما تبقاش كده وإهدى ومش مفروض أن أنت تعمل معاها كده بس هو بصراحة أنت عندك حق جدا وأنا مش عارفة هي عملت كده إزاي ايوه بس مش شرط على فكره ضربها أيوة. من تحت الموضوع لا ما بس انت كده سيئه الظن اصل هي كانت بتدافع عنها يا بس انت كده سيئه الظن انا سيئه الظن وشريره انا بشع لا مش قصدي لا يعني قصدي ليه ما تبقاش حاجه علاقه بريئه وهما بيتناقشوا عادي جدا ومفيش اي ما يتناقشوا مع بعض ما يفكوا كلام مع ليه انا ساره معايا ايوه طبعا أنا مش لازم يعني نتناقش حاجات ليها علاقه بالجواز او بالمشاكل اللي ما بيننا ممكن يعني عربيه او 5 جنيه او جبنه ماشي انا ممكن العب في الحته دي بس مش اللي هو شفتي عملت ايه ده كذا وكذا وكذا والله هي ممكن تكون كانت تعبانه وما اعرفش بصي انا موافقاكي في ده انا موافقاكي في ده في حاجات وحوارات بالظبط في حاجات لازم نتكلم فيها مع بعض كزوج وزوجه او كشريكين في الحياه وفي حاجات ما ينفعش ان احنا نتكلم فيها مع حد يعني انا بشوف ان المشاكل الزوجيه دي لازم تتحل ما بين الزوج وزوجته فقط لا غير بس في مشكله في الحته دي الراجل يا سيلي انا لسه ما اتكلمتش انا بسمعك والله الراجل في مجتمعنا الراجل ما بيفضفضش الراجل صح ما يفضفضش الراجل ليه ان هو صوره من وسائل الضعف يعني مش هقول لصاحبي انا مراتي مطلعه عيني وبتاع وهي اللي ماسكه المصروف ولا بتاع مش قصدي حاجه على كده وهي اللي لا خلي بالك انت مروح معاها بعد كده ها انا طب مش انا بقى لا بس هو بالطبيعي ده مش في مصر بس ان الرجاله ما بتفضفضش مع رجاله دي حاجه الرجاله يا بتكتم خالص ما بتطلعش اي فضفضه يا اما بيبقى في ست يتكلم معاها ست يعني صديقه مش لازم براءة تبقى صديقه برضو يعني ممكن يعني اوكي خلينا نقول مامتها ما طنط انا عايزه اتكلم على انت اشتكي لمامتها بس انا عايزه اقول لك على حاجه من طرفك ليه مش فاهمه انا زمان لما كنت ازعل من جوزي كنت اشتكي لحماتي ما اشتكيش لامي لان حماتي مش هتاخد يعني امي هتاخد صفي باي ديفولت مليون المية وبعدين انا هتصالح معاه كمان ساعه لكن امي مش هتسامحه ان هو ضايق بنتها وزعلها لكن حماتي هتضطر تسامحه لانه ابنها طب شوفي البضاعه البايظه يعني حماتي يعني طيب ما بتكلمش حماتك ليه والله لسه مكلمها من قريب لا والله اشتكي إيه؟ من يعني تروح تقول لحماتك ايوه والله انا بنت حضرتك مضايقاني في 1 2 و3 انا مش عارف اتعامل ازاي هي الست مربياها فهي عارفه مفاتيحها فهي ممكن تقول لك انت تعمل ايه ممكن تقول لك مثلا ايه اهدى عليها شويه يا محمد دلوقتي وبعد يومين بتكلم معاك ممكن تقول له انا هفتحها في الموضوع وهتكلم معاها وهحاول بطريقه غير مباشره اخليها تظبط الدنيا وبعدين انتوا ممكن تقفوا في حته هي ليه بقى حماتك؟ لان حماتك عايزه تبني بيتكم حماتك مش عايزه تخرب بيت بنتها بس ممكن تقول له يا سالي ما يخصهاش سالي ممكن تقول له بنتي مش ممكن تغلط ابدا اهو بنتي صح في كل حاجه سلام عليك يا نور بنتي دي مفيش منها اتنين انا ما جبتش غير خربنا البيت بقى يا سالي خربنا البيت دلوقتي البيت باظ عندك حماك عندي حمايه الله يرحمه عندك اخواتها وحيده ما عندكيش اخوات عندي اخ اهو تروح اهو
يعني عندك اخوات ويمسكوه بقى يضربوه علقه، عندك عيله بحالها ممكن تلجا لها. بس قولي رايك ان انت رافضه الموضوع يا سالي. انا ما بقولش ان انا رافضه الموضوع بتاتا، بس انا بقول انه ما ينفعش ان انا اتكلم في مشاكل هتاثر على يعني انا هياثر عليا القرارات اللي من بره، وهم بالنسبه لهم هم قالوا رايهم. مش انا عارف فكره اللي هو ايه، الواحد لما بيكبر بيكتشف حاجه ان هو ما ينفعش يشتكي قوي. زمان واحنا صغيرين في سن ال 16 17 سنه اول ما يحصل اي حاجه الو يا عفيف اخبارك يا روحي شفتي اللي حصل تا 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 تا. بعد شويه لما بتكبر بتكتشف انه هو ما حدش هيحل لك مشكلتك فبتبطل تحكي. نفس الفكره، مين اللي هيحل لك مشكلتك؟ ولما انت هتقع زياده او الحفره تكبر محدش هيبقى واقف معاك. بس ده تفكير ماتشور، مش كل حد بيوصل للتفكير ده يعني زي ما انت متخيله. ففي ناس بتلجا لان هم لسه بيشتكوا وبيشتكوا لام لا اله الا الله عارفه مشاكلهم في البيت. فناس عن ناس تفرق. يعني انا بالنسبه لي احنا بيتنا مقفول عليه، احنا قراراتنا مع بعض، شكاوينا مع بعض، نحل المشكله مع بعض. ممكن حتى تاني ما يبقاش كده، بس برضو يدور على اللي عايز زي ما انت قلت بالظبط، يبني مش يهد بالظبط. فالثقه بقى، انا لو محمود رايح لواحده صديقه ليها وانا سمعت كلمتين ما عجبونيش، او يا ستي ما ارتحتش، اقول له دي مش انا مش مرتاحه لها تعالى. لكن ولكن هل تعتبريها ان هو لما يكلم واحده وانت واثقه فيه 100% فيها وواثقه فيها 100%، هل ممكن تعتبري ان دي خيانه؟ لا، لا. دي مش خيانه. دي الخيانه عباره عن ايه؟ لو هو ما يقدرش يكلم حد قدامي، لو هو حاسس انه لا لو ساره عرفت ساعتها في خط احمر، ده ساعتها معناه انه انت بتعمل حاجه مش يبقى في حاجه غلط. بس طب لو انا بشتكي لها، ما لو الراجل بيشتكي من مراته بعيدا المثالي قافل علينا، ما اشتكي قدامها. تعرف تشتكي قدامها؟ لا ازاي بقى؟ ازاي تعرف؟ ما ينفعش. طيب يبقى ما ينفعش، ما احنا متخانقين. ما هو احنا قلنا ايه؟ طول ما انت بتكلمها وانت مش محرج ان انت بتكلم صاحبتك، او ان انت لو انا دخلت عليك مش هتحس ان هو مش هقفل السكه. لا خلاص بقى ساره دخلت هنغير الموضوع. مظبوط. يبقى في حاجه غلط ولا انا غلطانه؟ طب ما بدل ما تعمل كده هو بيشتكي منها. طيب هيشتكي منها ليه؟ هيشتكي من ساره على فكره. مودي لا انا وقعت هنا معلش ساره قدام التلفزيون. هو بقى في الحاله اللي هي اوكي، انا مش هنكر ان ساره مش من الستات اللي هي الكومن الناس الكتير قوي زي ساره، مش هقول. بس انا مثلا في حاله ساره انا برايي ان ساره دي تشتكي منها ليها. يعني هي تروح تقول لها ساره بصي انا هشتكيكي ليكي. دي في حاله ساره بس. انا بقول لكن ده مش عادي. احنا عايزين نتكلم في العادي اللي ممكن يبقى مور كومن في مصر، انه لو هو بيكلم واحده ست تانية وبيشتكي لها عني، لا انا صراحه رافضه ده. انا يعني لو واحده صاحبتي قوي 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 ودخلت بيتنا وانت رحت بيتها واحنا كلنا مع بعض وبتاخد رايها في حاجه، مش اللي هو ساره عملت وسوت وشفتي وكذا كذا كذا، لا انت بتحاول تخليها تساعدنا مش تهدنا. طب سيبك من المشاكل الزوجيه، تعالي نقول مثلا ان هو بيتكلم معانا في مشاكل مثلا ايه، انا بفكر اسيب الشغل وعايزه اروح حته تانية وانا مشاكلي في الشغل كذا كذا كذا. طب هل انت هتتضايقي ان هو بيفضفض معاها في حاجه كده؟ دي مش فضفضه، ده انا اتخذ قرار، انا بفكر بكذا زاويه، باخد اراء ناس ليها راي مهم بالنسبه لي في محتوى كذا او كذا. فبالنسبه لكارير ديفلوبمنت انا عايزه انقل شغل، او انا بفكر في انقل بيت او اعمل، في ناس بيقدروا يدونا برسبكتيفز ممكن ما تبقاش معانا بس بزاويه معينه. يعني انا رايح للفلان الفلاني لسبب ان هو عمل نفس النقله دي او اشترى بيت في المكان ده او كعمل مصلحه. يعني مش مصلحه. لا مش مصلحه، بتروح لناس ذو خبره. لا اله الا الله. هنكمل الموضوع، لكن هنروح لفاصل صغير جدا جدا ونرجع نكمل مع استاذ محمد عبد المجيد صانع محتوى وزوجته العزيزه ساره محمد صانعه محتوى. هنرجع نكمل علاقة الزوج بصديقته الأنتيم، هل ينفع يكلمها ولا لا بعد فرصة. قبل الفاصل كنا بنتكلم على الصديقة في حياة الطرف الآخر وخصوصا في حياة الزوج، وإزاي ممكن إنه وضعها إيه، الحدود بتاعتها إيه.
انا عندي سؤال بقى وفكرت في الموضوع ده، هل بقى عشان ما نوصلش للخناقه دي ممكن يبقى في روشته او حاجه تحصل قبل الجواز؟ يعني زي ما احنا شايفين ان احنا هنا ارائنا كلنا مختلفين، يعني ممكن انا وساره مع بعض وانت ونعم، ففي ستات عندهاش مشكله في الموضوع وفي ستات عايزاها بتقنين معين او بحدود معين. هل بقى من قبل الجواز مفروض ان انا ابتدي اشوف ده فابتدي اقول انا ما بحبش انه يبقى فيه كده، يعني يا نكمل يا ما نكملش، وتبقى الدنيا واضحه من الاول؟ يعني هو اكيد طبعا لازم يبقى فيه تقنين، بس هو انا هقول حاجه يعني انت مروح معايا برضه. لا هو اصل انا وساره قبل ما نتجوز كنا اصحاب. كنا اصحاب قريبين. طيب كنتوا باستيز يعني؟ كنا باستيز انتيم. انتيمز. وانا كنت خاطب قبل ساره، وجت بقى هقول لك والله هريحك هريحك هريحك، وجت قالت لي في فتره يا انا يا ساره. فاخترت ساره. لا ماشي، لا 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 ما هو لا النتيجه ان احنا خلاص يا ستي وبتاع، وهي ساره قلبت عليا قلب اللي هو يعني في ايه يعني؟ وانا عملت حاجه؟ احنا اصحاب وانا اعرفها كويس اللي هو التقليدي البحت. وجينا بعد كده ما حصلش نصيب. و اتجوزنا. انا شايف الروشيت، يعني بحكي لكم ايه الحكايه. الروشيت ايه؟ ان الست انا رايي ان لو في انا عندي مثلا زميلاتي من الجامعه، اصدقائي، صحابي، انتيمز وكده، طب ما يتعرف عليهم، ما يبقوا بارت من الجروب. هي يعني مش بس ان هي تتعرف عليهم، اعتقد ان لازم يبقى في حدود للعلاقه في العموم. يعني مفيش مشكله انك انت يبقى عندك صديقه، مفيش مشكله ان هي تبقى واثقه فيك، ومفيش مشكله هي تبقى واثقه في نفسها، لكن الفكره ان لازم العلاقات دي تكون ليها حدود. حدود من ناحيه ايه؟ امتى تتكلم مع حد تاني؟ ايه اللي بتقوله للشخص التاني؟ الحاجات دي كلها بتفرق قوي في الحياه الزوجيه، بتفرق جدا في التمادي. يعني لما بيبقى في تمادي في 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 العلاقه، في الصداقه دي، اكيد هي من جواها هتتضايق، مش شرط تبين. بس يا نعم احنا من الاول اتفقنا، في اول الحلقه اتفقنا ان هو الموضوع ماشي في اطار الاحترام. طب هل تعلم؟ تعلم. انا الشريره هنا. انا خايف من السؤال. ان في بنات او بتبقى قاصده انها تغيظ مرات الطرف الاخر لاي سبب من الاسباب، اللي هو محمد شافي فدت تقولك انت خدت بالك عملت كذا؟ محمود سوري. محمود مش عارفه ايه، فتبقى مراتك بتقولك هي ليه بتعمل كده، فتقولك خالص مالها، طب وانا كنت هعمل لها ايه؟ لا ده ما حصلش. ايوه بس ممكن يحصل. لا ما حصلش. ما حصلش اكيد. ما حضرتك يعني مش هنتكلم عننا احنا بالظبط، بس ان ذس سيتويشن عندك اولموست مليون متابع، 80% منهم ستات، ما تفتكرش ان واحده منهم عايزه بس يا محمود زي ما بتقول. هي لو كانت قالت مش عارفه ايه، او لو كانت عملت كذا، ما كانش هيبقى ده الوضع. مظبوط. بس هي دي مشكله الست دلوقتي، مش مشكله الراجل. بريئه بيه. ايه ما انت اللي بتقولي هي اللي عايزه تغيظ الست. انا مالي؟ ايوه طب ما هو انا هتبتدي، انت اللي مديها الفرصه. لا خليني احكي لك القصه بترتيبها. هي هتغيظ الست، الست هتيجي تكلمك، فانت هتقول لها ما حصلش حاجه، طب وانا هعمل لها ايه؟ فالتانيه هتتمادى، فهتعرف ان هي اتغاظت لان هي غصب عنها هيبان على وشها. فنبتدي يحصل خناقات بسبب ان الاستاذه حياتك ما عرفتش وقفها عند حدها. احكي لي عن الموضوع اكتر يا سيدي. لا الموضوع كبير بالظبط. لا بس انت عارف وشفت اكيد اللي انا بقوله ده في حالات اخرى، مش في حالتك بس، في حالات اخرى بيحصل. معلش ثانيه واحده. اتفضلي حضرتك. تكمله للي سالي بتقوله، ايه هي الحدود اللي لازم تكون موجوده للزوج او للزوجه مع الصديق او الصديقه القريبين منهم؟ صديق مين؟ صديق ساره. ما زي ما انت عندك صديقه، هي عندها صديق، عندها بس عندنا في بلدنا. سلمي يا لا ما عند ايه اللي صديق؟ اوكي ايه اللي صديق؟ فانت عندك صديقه بس هي ما ينفعش يبقى عندها صديق. انا ما جبتش سيره الموضوع، بس انا بسال. لا هي ما عندهاش صديق طبعا. اوكي ليه؟ طب زميلها في الشغل. زميلها في الشغل. اوكي ده زميلها في الشغل. ايوه بس هي بترتاح له، هي بترتاح انها تتكلم معاه. احنا قاعدين في المكتب، هي جايه متضايقه ليه يا ساره؟ فتقول له ما فيش، اصل انا ومحمود النهارده اتخانقنا. ايه ده ليه؟ ايه اللي حصل؟ اصل محمود عمل كذا وكذا. يا سلام. الله يا سلام. هي كده طلعت وبقيتوا تقولوا البيوت اسرار. ايه ده؟ هو ده اللي اشتكي لها بقى. ايوه الناس اللي ورا الكاميرا يتفضلوا معانا لو سمحت. ما سمعتش انا البيوت اسرار دي. ايوه البيوت اسرار يا سالي. ايوه البيوت اسرار. طب والبيوت اسرار معاك، بيبقى انت كمان البيوت اسرار. بس ايه اللي صديق دي؟
ايوه طب صادق لنا صعايده يبقى هو ده عشان صديقه ما ده اللي بنقوله من الصبح. لا انت ما قلتوش كده. لا 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 ان مسموح له مسموح للرجاله صديقه ومش مسموح للستات صديقه. البلد البلد الشعب ومنشوف في البطاقه. لا معلش خليني اقول نقطه دي معلش. ها اول حاجه احنا انا بتكلم كراجل اهو راجل ذكر شرقي احنا انا مش انها تبقى عندها صديق راجل انا مش بقول انا مش شاكك فيها ولا اي حاجه مش شاكك في مراتي معلش يعني لا او الراجل ما بيبقاش شاكك في مراته انها يبقى عندها صديق هو شاكك في الاخر اللي ما يعرفوش. بص انا اقول لك على حاجه اتفضل. انت قلت احنا دسل وبلدنا صح؟ اه في بلدنا بقى اكتر من الصعيد. لا ما هو الصعيد الراجل الصعيدي الجدع كده الراجل اللي ماله هدومه ما عنده صديقه بيكلمها يقول لها اصل عندي مشكله مع مراتي. المشاكل ده البلد بقى. اه يبقى اللي انت بتقوله ده مش البلد. اللي انت بتقوله ده اللي هو ايه انا عايز اخد الحته دي ليا انا انما الحته دي لا هنا البلد ما ينفعش. انا عايز اير بيس عشان هما بيقولوا كلام يفيد الرجاله. لا 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 هو ما ينفعش للطرفين مش مش ينفع للطرف هو هي مساواه ما ينفعش للطرفين. والله مصفوط. انا مع المساواه ومع انا اكتر واحد بتكلم في هذا الموضوع بس في حاجات لا لسه بدري قوي عشان نوصل للمساواه في الحته دي. في حاجات قضايا اهم يا سالي. مش معنى انت قضايا اهم يا مش معنى انت صح ماشي مش معنى انت طيب مش معنى انا مش هتكلم ماشي اوكي. هل هو مقبول؟ ها؟ ايوه انا عاجبني قوي دي. ايوه انا عاجبني. بص يا محمود انت لازم تعترف ان احنا حطيناك في زاويه كده معينه. انا قاعد في الكورنر خلاص. هل هو مقبول ايه؟ هل هو مقبول في مجتمعنا؟ بالراحه يا سالي عليا. انا معاك ان الراجل يرجع من البيت يلاقي مثلا مراته بيقول لها بتكلمي مين؟ تقول لها بكلم صاحبي. طب هيرمي من الشباك. حل هل جميل ولكن هل يعقل وهل يعقل بقى ان انا ابقى راجعه من البيت اكل الاقي جوزي فاقول له انت بتكلم مين؟ يقول لي بكلم ندى. مين ندى؟ صاحبتك زميلتك صح 11 بالليل تفضفض لها على حكايات اليوم وساره عملت وحصلت ولما ساره تبقى بتفتح الباب لا معلش خلينا نغير الموضوع. مش مقبول اهو حلو كده. مش مقبول ده مش مقبول يبقى مش ان انا غير ان اقول لها غير الموضوع ده مش مقبول ولا ان انت تكلمها اصلا وهي ساره مش موجوده. ما ساره تكلمها. ساره تكلمها مش ليه هم ما يبقوش هم علاقتهم انت عندك حياه وانت سنجل يعني انت دلوقتي بني ادم راجل ما عندوش مش خاطب مش متجوز مش عارف ايه انت حر تمام حلو قوي. ولكن لما بتيجي تتجوز وتاسس حياه انت بقى عندك صديقه وعندك زوجه وعندك اخت وعن كل حاجه عندك في البيت ده هي الست دي بتكملوا بعض وكل حاجه في مشاكلكم انتوا اللي لازم تحلوها. الكائن التاني اللي كان موجود ده لان في ستات كتير تقول لك ايه ان هو ايه ده هو انت ليه قللت معايا بعد ما اتجوزت عشان حضرتك انا اتجوزت. يعني هو بمنتهى البساطه انت لازم تحترمي ان انا اتجوزت فان احنا بقينا اتنين هو انا ما بقتش لوحدي احنا بقينا اتنين والاتنين دول واحد فاحنا بنخرج احنا الثلاثه مع بعض لو هنخرج هتكلم ساره كلمي ندى عشان نخرج وهكذا بتبقى المجموعه كل انما انت لوحدك بتكلم ندى مش هينفع تكلم ندى. لا هتفق معاكي شكرا هتفق معاكي ولازم تعمل جزء انت كبير. من نفسك كراجل تعمل حدود لعلاقتك بندى مظبوط خلاص يعني ندى لازم نعمل حدود ندى معاها حدود انا في حدود معاها لا ما هو في ندى طيبه ومحترمه على فكره وفاهمه أيوة الكلام ده لوحدها احنا جميل في النقطه اللي انت قلتيها ان هم انا من رايي ان وده بقول بقى للرساله للست لو هي شافت خطيبها او جوزها هو في الناس من الجامعه هي عارفاه من قبل كده ان في شخصيات في حد في الشغل هي لازم تعمل افرت ان هي تدخل الشخصيات دي حياتها هي او تطلعها من حياتها او بالظبط او تطلعها من حياتها اللي هي مش مرتاحه له اللي هي مش مرتاحه له شكرا قلنا الباوندريز ايه لو انا مش مرتاحه لحد او لو انت مش مرتاح لحد. يبقى بالتالي لازم يكون في حدود للصداقه مزبط. ما بين الراجل والست اخر حاجه بعد انت قلت انا مش واثق في الطرف الاخر والست كمان مش واثقه في الطرف الاخر 100% انتوا نورتونا ربنا يخليك ثانك يو سو ماتش. كان معانا محمود عبد المجيد صانع المحتوى وساره محمد صانعه المحتوى. نشكركم جدا على وجودكم معانا ويا رب تكونوا استمتعتوا بحلقتنا النهارده ونشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده بس في باي باي.